بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، نكمل معكم محاضرات المساق. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن الفيشنج and anti phishing techniques. والفيشنج هو أحد أنواع الأتاكس اللي موجودة في الويب. لو بدنا نعرف اللي هو الفيشنج، هو طبعا عبارة عن يعني محاولة من خلال المجرمي أو الاتاكر أو اللي بيقوموا بالجريمة الإلكترونية. والهدف من هذه اللي هي العملية هو يعني زي ما احنا شفنا في اللي هو الاتاكس السابقة، هو الحصول على معلومات، سواء كانت معلومات مالية او معلومات شخصية، طبعا من خلال اللي هو استخدام اللي هو الميلوير او استخدام الفيروس او استخدام اكواد جافة زي ما شفنا يعني في السابق. طيبا، ايش اللي بيختلف في هذا النوع من انواع الاتاك اللي هو يعني موجود معنا؟ اللي بيختلف او الشغلة الرئيسية اللي بتختلف فيها، اولا اشي هذا بيعتمد اعتماد رئيسي على ما يعرف يا شباب، زي ما حنيجي لمحاضرات اخرى، عفوا في سلايدات اخرى حنشوف اللي بيعتمد على ما يعرف باللي هو السوشيال انجينيرينج او الهندسة الاجتماعية، واللي هي يعني بيقوم على مثلا على انه بيستغل اللي هو يعني بيستغل مثلا النشرال يعني ديسيسترز او اللي هو الكوارث الطبيعية او المواضيع الصحية، او زي ما احنا الان في موضوع الكوفيد 19 مثلا. الان ممكن يجيك ايميلات والحق مثلا شوف قديش الاعداد او كذا، فانت تلاحظ انه هو بيشتغلوا الناس اللي بيشتغل على هذا النوع من الاتاك، انه يعني بحاول الامور الاجتماعية، الامور اللي بتهم الناس، سواء كانت اجتماعية طبيعية، يعني ايش بيحيط في الانسان منها بكون هو بيستخدمه بحيث انه هو يعني يكون طريقه لموضوع الاتاكس. طبعا مكانه يعني المكان او الطريقة اللي بفوت فيها هذا الاتاكس هي يا شباب اللي هو عندنا اللي في الغالب او اشهرها هو الايميلات، وممكن يكون في عنا فورمز يفوت عنا على هذا النوع من انواع اللي هو ايش الاتاكس، لكن اشهرها الايميلات. الفورمز يعني كانوا يعني استخدموا بعض الفورمز يعني زي ما شفتوا في يعني زي الفورمز اللي كانت تجيك مثلا مشابهة تماما للي هو مثلا حساب السوشيال ميديا لأي نوع، فهو بكون ناسخ اللي هو الشاشة تبعت السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك او باسورد، وانت بتروح بقول لك دخل الباسورد واليوزر نيم، هو بكون حاطه في لينك بتروح عليه. فهذه لكن اليوم زي ما احنا شفنا يعني مع التطور ومع اللي احنا يعني يعني صار في وعي اكثر، فالان الايميل للموضوع الفيشنج هذا اكثر. طيب حتى الايميل، طبعا الايميل ليش المشكلة؟ لانه احنا الايميلات احنا يعني بتجينا ايميلات كتيرة وبتجينا يعني والطريقة اللي هم بيفوتوا فيها هنا الاتاكس، هو انت يعني تقريبا بتحاولش يعني اذا كنت يعني مش ماخد بالك بتحس حالك انك انت كأنه ايميل حقيقي. فهذا اللي هو ايش اللي هو طبعا هذا النوع من التاكس يعني بيجي يعني ممكن يكون بأي يعني بأي صيغة، وبيجي مثلا بإيميلات يعني مثلا لشركات ولا اورجانيزيشن وتكون معروفة، بتحس انه انت يعني الايميل هذا جايك يعني حقيقي.
وبالتالي يعني بيكون الإنسان إذا ما كانش واعي لموضوع المخاطر هذه، أو يكون هو عنده علم في الموضوع هذا اللي هو الفيشنج، لا إيش لا لا وقوعه في يعني في مخاطر اللي هو هذا الأتاكس. طيب تعريف آخر نفس المعروف، نفس التعريف اللي احنا يعني مفهومه، انه هو عبارة عن اصطياد في بيكون من خلال اللي هو الايميلات او ويب سايت، وممكن كمان لو كانوا مستخدمين موضوع اللي هو الفون كول برضه. كيف من خلال الفون كول؟ يعني احنا هنعدنا هن يعني هيكون عندنا نوع من انواع الفيشنج اللي هي معتمدة على المعلومات، فهو ممكن يستخدم الفون كول لجمع هذه المعلومات، وبالتالي هذا الموضوع او هذا الاصطياد استخدم او مصمم لموضوع سرقة اللي هو المعلومات الحساسة. طبعا هذول اللي هم المجرمين بيستخدموا من خلال، قلنا يعني بيعملوا عندك تنزيل ميليشس سوفت وير او في عندك في الكمبيوتر، وبيخلوا المستخدم انه هو يعني يصير يعطيهم معلومات او يفوتوا من خلاله على معلوماته، سواء كانت الحاسوبية او الشخصية او اللي هو المهمة اللي هو الاتاكر بيبحث عنها. هذا تعريف آخر للتعريف اللي احنا توي شفناه. طيب لو اجينا سألنا حالنا سؤال، ايش انواع الفيشنج هذا او ايش انواع النوع الاتاكر هذا؟ في عندنا مجموعة او في اشهرها، طبعا في كتير انواع، لكن اشهرها الماس فيشنج. وهذا الماس فيشنج اللي هو في الغالب يعني بيكون موجه لارج فاليوم اتاكس، اللي هو في بده يعني مجموعة كبيرة من الناس. يعني انت بتشوف احيانا بيجي بتلاقي ايميل انتشر على جميع الايميلات اللي موجودة، يعني بيكون مستهدف يعني ناس كتير. طبعا الناس الكتير هذه انت طبعا تعرف انه ثقافة الكمبيوتر، مش كل واحد يعني متخصص في الكمبيوتر. اليوم ما انت عارف صار الكمبيوتر والجوالات ولاده في ايد كل الناس، فاذا هو كان يعني بحق بده يعمل يعني النوع هذا، انه هو بيستهدف مجموعة كبيرة من الناس. طبعا اذا كان هو بيستهدف مجموعة من الناس، يعني هو مرتب شغله انه حيكون في عنده شغل كبير، عنده جمع بيانات من ناس كتيرة. في يعني على سبيل المثال، لو اليوم مثلا على سبيل المثال انت اليوم بتحكي عن دولة فيها انتخابات، ولا دولة فيها مثلا انت بتعمل يعني كيف بدك تشوف استطلاع رأي في ناس، لكن من خلال استطلاع الرأي هذا بدك تسرق مثلا بيانات، او يعني فبتلاقي انه هذا الموضوع بده يعني انتشار بشكل كبير وبده شغل كبير. طبعا هذا اول نوع من انواع اللي هو الفيشنج، انه هو بده يصطاد عدد كبير من الناس، وبده ياخذ عدد معلومات كتير من الناس، او بده يعني يشوف يعني ايش ممكن يجيب بقدر الامكان من الناس ككل، يعني او كمجموعة او مجتمع كبير، وهذا ما يعرف ايش بالماس فيشنج. تمام. طيب السبير فيشنج، ايش هذا السبير فيشنج؟ اللي هو يا شباب معتمد في عملية اللي هو الفيشنج او الاصطياد، على انه بيجمع معلومات عن الشخص اللي بده اللي يتم عملية ايش الاتاك عليه. بمعنى انه هو عشان اليوم انا ابعت ايميل لواحد، بدي اروح اسأل عن اصحابه، بدي اسأل عن مثلا اعرف مثلا ايش في مطاعم بحبها، ايش في مثلا ايش بحب مثلا السيارات يركبها، ايش جوالات بحب، ايش في ايش بحب يسمعه، ايش بحب يقرأه. فبيجمع عن الشخص معلومات عن هذا الشخص، وبالتالي لمن هو بده يروح يبعت له ايميل، فهو بيجي من هذا الطريق. ممكن يجي يعمل حاله واحد من اصدقائه،
او يعمل حاله انه باعته من شركة هو زارها قبل هيك وبحب يزورها، او بحب مثلا بعض الاشق، يعني من هذا الطريق بفوت هذا الاتاك او هذا النوع من انواع الفيشنج. الويلينج هذا او الوالينج تابع هو لمين؟ طبعا هذا النوع اللي هو السبير، يعني بكون الاستهداف ايضا، يعني مش للكل، بكون لمجموعة معينة، لان انت مش حتقدر انت تجمع معلومات عن كل الناس ولا كون، لكن انت اليوم مثلا على سبيل المثال مهتم بشريحة معينة، مهتم بناس معينين، فهذا ايش الويلنج. هذا نوع بيقولوا هم، يعني احيانا بيقولوا انه هو نوع من انواع السبير، لكن ايش اللي يعني اللي بيميزه انه هو بحاول يصل لناس الها سلطة، يعني ناس زي ما بيقولوها هنا ايش بقول لك هاي بروفايل انديفيدجوالز، يعني ناس الها يعني مكانتها والها وضعها. فإذا كانوا هدول الناس المسؤولين أو كان في لهم وضع ولهم كذا، ما بيعرفوش يعني سياسة الإيميلات أو إيش ممكن الإيميلات تجيهم فيهم، يعني طب أنت حتيجي تقول طب هو لليوم في ناس لحتى الآن، أنت بالنسبة إليك أنت اليوم متخصص وبتعرف هذا الكلام وهيك دارس مادة كاملة في موضوع السكيورتي في الويب أو في السكيورتي في السوفت وير، لكن انت اليوم في ناس ما بتعرف الكلام هذا، ولذلك انت هنشوف عندنا في اخر المحاضرة ان شاء الله، يعني في يعني نماذج لسه حديثة تم عملية اللي هو الاتاك عليها وايش هي الاتاك اللي موجودة عندنا. فهم لان هذا بدور على ايش الناس، يعني اللي هو الهاي بروفايل. طيب الآن الكولون أو الكولون فيشنج سبوفيد كوبي أوف الريجمنت، إيش هذا المو إيش النوع هذا؟ هذا النوع إنه بروح مثلا على سبيل المثال إيميل بنسخه نفسه بالضبط، نفس ما عندك مثلا إيميل وبتعرف أنت إيميل، نفس الإيميل يعني تقريبا، يعني ما بتقدر تفرقه بينه وبين مين، وبين اللي هو الأصلي. فهو بيعمل نسخ تماما من هذا الإيميل وبروح بصير يبعته لنا. اليوم الناس متعودة على هذا الإيميل، أو فلان متعود على هذا الإيميل، وإنه هذا الإيميل هيك بيجيني، وأنا مش مستعد مثلا يدقق مثلا على سبيل المثال مين اللي بعت له إياه، أو مين وين جاي، أو هل ممكن هذا أو ممكن هذا الإيميل يجيني فيه مثلا ميليجاس كود او يكون فيه فيروس. خلاص انا يعني متعود قدام الايميل، والايميل كذا مره جاني بنفس في نفس هذا. فهذا النوع ايضا هو من انواع الفيشنج اللي هو بيستخدموه الاتاكس في عمليه اللي هو اصطياد الضحيه او الفيكتيم الموجود عنده. طيب اشهر التكنيكس اللي هي او التاكتس اللي هم التكنيكس او اللي هو زي ما بيقولوها ايش الطرق اللي هو او اشهرها اللي بتم من خلالها يعني هذه الاتاكس، يعني كيف من احنا وين ممكن يعني نشوف او يعني نحاول نستقرئ المشكلة قبل وقوعها، او وين ممكن اشهرها وين وقوع. مثلا على سبيل المثال notification from help desk or system administrator، انت اليوم في شركة او في مؤسسة بعت لك بقول لك الهيلب ديسك، بقول لك لو سمحت احنا او السيستم ادمنستريتور بقول لك لو سمحت اعطينا الايميل تبعك او اعطينا الباسورد تبعك. فاذا لقيت حالك هذا الكلام فانت بدك تشك، لانه الايميل والباسورد فيش حدا بيطلبه منك، حتى الهيلب ديسك او حتى الادمنستريتور لأي مؤسسة لأي شركة لأي ناس، هذا كلام ايش ما بنفعش ايش يعني انعطى او بنفعش ايش يعني موضوع. كذلك ممكن يجيك مثلا على سبيل المثال دعايات، او مثلا في قلب اللي هو الرسائل تبعتك، انه يكون في عندك
دعايات او ناس تقول لك مثلا، على سبيل المثال يعني تخسيس الوزن، تكبير الشعر، بصريش الفتنس، مش عارف ايش، بتقول لك تعال وشوف وتفرج عندك. اذا لقيت الايميل هذا فهو انت بفكروك مثلا على سبيل المثال انت مهتم بالرياضة او مهتم زي ما تو قلنا. فاذا لقيت ايضا الامور زي هذه انت ايضا بدك تكون على يعني على دراية او على مستوى من اللي قبل ما تفوت او تعمل ضغط على اي كليك او على اي لينك هم بيكون موجود في داخل هذا اللي هو الايميل. طبعا كذلك اللي هم الاتاتشمنت، اذا مثلا كان في عندك اتاتشمنت مثلا لموضوع مثلا شوبينج او موضوع ايضا، فانت هذا الكلام او جت لك دعايات شوبينج نفس الموضوع هذا ايضا ايش بدك تعمل كونتينج، ممكن يكون ايضا بدك تاخد بالك انه اذا ممكن هذا تكون طريق لمين، لموضوع اللي هو هذا النوع من انواع الفيشنج. طيب النوتيفيكيشن from what appear to credit card company، يعني كمان على سبيل المثال وهذا مشهور عندنا هنشوفه في الأمثلة، موضوع البيبال أو موضوع مثلا الشركات اللي هي فيها عملية إدخال الكريدت كارد والمواضيع المالية هذه أيضا بدك تكون أيضا يعني أول ما تشوفها دغري تشك إنه في الموضوع في مشكلة. هذا لا يمكن يكون إلا طبعا إحنا مش نش إحنا نطلقها، يعني أنت برضو في أحيانا ما هي الصفحة بتعرف الصفحة الأساسية والرئيسية، لكن زي ما بقول هذا الموضوع من الفيشنج مركز في موضوع الإيميلات. تمام. فأيضا إذا جاتك إيميل مثلا بيبال والمواضيع هذه بقول لك مثلا غير الباسورد أو أيضا في الموضوع هذا بدك تكون دقيق وتعرف هل الإيميل هذا صحيح جاي من بيبال ولا من وين جاي. كذلك مواضيع الاكاونت الفاكي اكاونت والسوشيال ميديا، اليوم انت بتلاقي مثلا على سبيل المثال يعني حسابات ومزيفة بكونوا وبعتي لك مثلا على الايميل او بعتين حتى في السوشيال ميديا المواقع او اللي هو يعني اذا ممكن يكون في عندك مشكلة او يكون في عندك مثلا بقول لك احنا في السوشيال ميديا ممكن نحل لك مشكلتك او تعال عنا بس ادخل على صفحتنا. كل هذا الموضوع طبعا وين في ايضا هنا برضو موضوع اللي هو مثلا وين هذا مثلا في السوشيال ميديا او الحسابات بتنشر المزيفة هذه، بتظهر مثلا في عندك جيم اونلاين، في عندك كويز، انت كل هذا الجيم والكويزات والشغلات اللي انت مثلا بيجي بقول لك انت متى بدك ايش السنة الجاية بده يصير معاك، متى بدك تتزوج ولا متى مش عارف ايش، وانت بتضغطه في السوشيال ميديا فهم بيروحوا بايش بيعملوا عندك، بيعملوا كولكت على الانفورميشن تبعتك وانت اللي ادخلتهم عندك بايش بايدك. هاي مشكلة هذه واللي هي بتواجه ناس كتيرة، لكن هذا الموضوع يعني مهم وخطير ولازم الواحد يكون بيعرف ايش مداخل هذا النوع من انواع الاصطياد. طيب نشوف اكزامبلز لهذه اللي هو النوع او الانواع هذه اللي احنا شفناها. طبعا احنا حكينا بداية في اللي هو المحاضرة انه هذا النوع من انواع التاكس اللي هو الفيشنج معتمد على موضوع السوشيال انجينيرينج. ايش معنى السوشيال انجينيرينج؟ زي ما حكيت لك انه هو بروح يعني بيعرف يعني بحاول يعرف او يجمع معلومات عن الشخص، الشخصية النفسية، كيف ايش الشخص بحب ايش الشخص بحبش، ايش اللي بحاول، مش بس على مستوى الشخص، مش كن على مستوى المجتمع ككل. يعني اليوم انت اليوم بتلاحظ مثلا على سبيل المثال تم اختراق فلان من طريق مثلا انه هو كان بيعمل حسابات وبيعمل وهو مش عارف انه كيف اخترق. ليش؟ لانه هم عرفوا من وين هو هذا الشخص، ايش بحب، ايش بجيب، ايش بفكر، ها شايف انت ايش هو،
في السيكولوجي. حتى في السيكولوجي اليوم، احنا اليوم مثلا بتستهدف مثلا مجموعة من الطلاب الجامعات، طلاب الجامعات معظمهم اليوم مثلا بيروحوا مثلا بدوروا على امتحانات في منطقة، بدوروا على أسئلة، بدوروا مثلا على أبحاث، فهو ممكن مثلا من خلال مثلا يعمل له موقعين ثلاثة ويعمل حاله انه هذول الأبحاث وهذول الكويزات وهذول الحلول، فهو ممكن الآن يدخل ويجمع معلومات منهم من خلال هم انهم والله بحبوا الشغلة هذه او بدوروا الشغلة هذه. فحتى اكيد مر علينا الشغل هذا كله. فالسوشيال ميديا انه انا بدي او عفوا السوشيال انجينيرنج انه انا بدي ادرس المجتمع او ادرس الاشخاص كيف هم، هذا هو الاتاك، هو اللي ايش بيعمل عمليته وبيش وبيجمع البيانات من خلال هذه السوشيال. طبعا كمان مرة هي عبارة عن اللي هي ولا هي طريقة لجماعة هذول المجرمين هذا، والغرض منها طبعا ايش هو السوشيال انجينيرنج يوجوال تو سكريتري انستول سباي وير وبعدين او ممكن من خلالها ايضا يحط مثلا عندك مليجا سوفت وير، ومن خلالها ايضا طبعا هذه طبعا وقتيش يا شباب هذه السوشيال انجينيرنج بتتم، يعني بتتم عملية هذه بعد ما هو يفهمك ويدرسك ويعرف ايش المطلوب منك، وبالاخر بيصير ايش يعمل، بيصير ياخذ منك السنسيتيف فاينانشال او الانفورميشن او البيرسونال انفورميشن. قد يكون يعني احنا هتقول مثلا طب ما في قبل هيك احنا شفنا نفس الموضوع ان هم انت كل الويب اليوم، انت موضوعك اليوم انت زي ما انت شايف ايش هم الناس بيهتموا، بدهم يروحوا تطفل يعني سرقه، بده ياخذ هاي كله. طبعا هتقول في تشابه، ماشي في تشابه، لكن كل واحد بيركز على موضوع. اليوم انت مثلا موضوع هذا الافينيشن ده يركز انه يبعت ايميلاته من خلال الايميلات، غيره لا بيروح بيعمل ميليجس مثلا جافا سكريبت، غيره زي ما شفنا انجكش اس كيو ال انجكشن. فهذه كلها المخاطر اللي بتبين عنا. طيب احنا مثلا على سبيل المثال هذا لو مثلا انت عندك مثلا على سبيل المثال الهيلب ديسك مثلا زي ما شفنا، ايش الهيلب ديسك مثلا او اللي هو الادمنستريتور بعت لك وبقول لك لو سمحت بدنا احنا ريسيف، هذا بقول لك بدنا الايميل واضغط هنا عشان ايش لو سمحت بدنا ناخذ الايميل اكاونت وبدنا ناخذ مين معلومات عنك. فاذا شفت شغلات زي هيك بقول لك مثلا اي هيلب ديسك او هي مثلا ادمنستريتور في عندك في شبكه في جامعه في كذا، اعرف انه هذا الايميل ايش، هذا الايميل في فيشنج، وايش انت يعني انت مش ايش ما تعملش ضغط على هذا الايش اللينك، لانه اذا ضغطت على اللينك انت روحت سلمت حالك من نفسك. اذا احد الانواع زي ما حكينا انه انت ايش تعمل انه مثلا هيلب ديسك او سيستم ادمنستريتور. طيب مثلا على سبيل المثال لو انت في شركه، طبعا هذا يا جماعه يا شباب هذا اسم جامعه بس هم يعني طرحينه كيعني هنا كاسم، هذا اسم جامعه اللي هو الان دي يو اس، يعني لو حدا حابب ايش يعرف ايش هو هذا الاسم في اللي هو. فمثلا على سبيل المثال لو انت ايضا في الهيومن ريسورس، ايضا لو طلبوا مثلا الهيومن ريسورس طالبين منك مثلا كول اكشن ديورينج انوال ريفيو، لو انت مثلا على سبيل المثال انت ماخذ اجازه واجازتك هذه في البيت وانت عارف انه الاجازه ممنوع الموظف يشتغل فيها او هذا، وبعتين لك ايميل شؤون الموظفين وبقولوا لك لا عليك شغل وافتح الشغل هذا وافتح الرابط هذا، فاذا لقيت حالك مبعوث لك ايضا في هذا الايميل ايضا ايش ايضا هذا احد الطرق انه طبعا هذا في وجود الموظفين او وجود. طبعا احنا هذا بندرس احنا جميع الاحتمالات سواء كان موظفين طلاب غيره. انت اليوم مثلا على سبيل المثال الجامعه عاملين
الاحد والخميس والجمعه ممنوع مثلا في assignment او اي في كويزات او غيره. فانت كيف مثلا جايين ايميل هذا وهو شبيه بايميل الجامعه ايضا، برضو بدك تكون تتاكد من هذا الكلام. طيب برضو عندنا هنا قلنا الفيشنج اكزامبل ايضا هنا في موضوع السوشيال ميديا. مثلا على سبيل المثال يعني انت رحت هنا مثلا على سبيل المثال بقول لك هنا هذا النوع، يعني احنا قلنا عنه هو هذا مشابه طبعا ل في السوشيال ميديا. طبعا احنا ما يعني مش مدققين احنا في اي نوع من انواع السوشيال ميديا، لكن احنا بنحكي هنا عن اللي هو اي يعني نوع من انواع السوشيال ميديا. فانت لو جاك مثلا رابط وبقول لك ده مثلا استخدم السوشيال ميديا تبعتك، طبعا هيجيك ويقول لك ادخل هنا، يعني يطلع لك قائمة زي هيك وبقول لك انه طبعا هذا فاكي ايش ساين، يعني ايش انه هذه الصفحة بتكون مش صفحة اللي هي الحقيقية لهذا السوشيال ميديا. وبالتالي اذا انت دخلتها وخدت دخلت اليوزر نيم والباسورد، فهذا اليوزر نيم والباسورد زي ما حكينا. لكن احنا حكينا هذا النوع اليوم معظم الناس انتبهت له، حتى العوام صاروا عارفين ايش هو صفحة، لكن الفيسبوك اليوم له قالبه المعين او مثلا تويتر او غيرها. لكن احنا بنقول حتى لو ناس ما اليوم اليوم سوشيال ميديا، طب افرض انت بتشتغل في موضوع تاني ايضا بدك تكون على دراية من هذا الموضوع. طبعا احنا السبير اللي هو فيشينج، طبعا النوع هذا احنا ايش قلنا من بداية المحاضرة، مين يقول معنا ايش قلنا؟ ايوه، لان هذا القائم على جمع المعلومات او جمع اللي هو عن الشخص اللي موجود عندنا. طيب كيف مثلا لو اجانا ايميل مثلا send from someone you don't know، يعني انت الان مين هذا اللي بعت لي انت بتعرفوش؟ بدنا نعمل عملية ايش او انت مش عارف مين هذا اللي بعت لك. طيب ايش كمان انت اليوم هنا السبجكت العنوان are in all caps or have a lot of، عملت ليش هذا؟ بقول لك مثلا اليوم بحط لك مثلا اشارات زي هيك عشان انت تكون تقول لك والله اشي هذا الايميل مهم جدا، فايش يعني انت تنتبهش لا اللي هو مين المرسل او مين اللي بيحاول انه انت يجد انتباهك لمين للموضوع وليس للارسال. فبيحط لك مثلا في السبجك علامات تعجب كتيرة، مثلا على سبيل المثال هيك يدخل لك بعنوان لماذا تأخرت مثلا عن المجتمع، لماذا مش عارف لماذا تأخرت عن مثلا تسليم الهومورك. فانت بتحس لما هيك ترتبك في هالموضوع بتفوت بتسيبك من موضوع التفاصيل وبتروح لايش لا اللي هي المحتوى. المحتوى اليوم موجود في داخله لينك، فانت اللينك هذا اذا ضغطت عليه الان طبعا حيوديك لموضوع مكان غير امن ومكان ممكن هو يتم من خلاله عملية الميليشس كود. طيب الان الكولون، ايش قلنا الكولون؟ الكولون ايوه من نسخ، قلنا انه الايميل بده يكون ايش يا شباب؟ نفس الايميل بالضبط، نفس ايش الايميل بالضبط اللي احنا ايش يعني الرسمي. وبالتالي طب كيف احنا بدنا نشوف نعمل ان نتاكد watch out for these tickets send from a generic address، بدك تروح تشوف من وين الادرس اجانا، من وين الادرس اول ايش اجانا ونعرف الايميل من وين. بعدين regarding a product you don't ايش approach، يعني بتيجي تحس انه هنا مثلا على سبيل المثال انت متعود تشتري من اكسبريس او تشتري من هذا وبعتوا لك ايميلات، انت حاسس هذا الايميل نفسه تيبيكال، لكن انت اليوم بعتين لك مثلا شغله يعني انت لا شريتها ولا عملتها، طب ايش الايميل هذا؟ ليش بعتين لي اياه؟ بتصير انت ايضا بدك بهذا انديكيشن انه والله في عندي انا مشكله. الايميل هذا حتى وان كان كولون وما فيش
لازم. طيب وين يو طبعا كيف ايضا كمان بدك تيجي، لما تيجي تقف وتعمل هوفر على اللينك اللي انت بقول لك اضغطه او روح عليه، بتحس حالك بتضغط عليها، اذا ضغط علينا هنا ايش 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 بيعمل هذا، بيجي بقول لك اه والله الرابط هذا ايش يا شباب، والله الرابط هذا غريب، ها ايش الرابط اللي مبعوث لي، انا عمري ما شفت الرابط هذا، ها ايش الرابط. اذا هذا ايضا بيعطيك انديكيشن انه هذا اللينك يعني بنفعش انا اضغط عليه، حتى لو تبكلي مبعوث الايميل او نوع الايميل الموجود عندي. طبعا مثال اخر على الكولون اللي هو موضوع البيبال زي ما تطرقنا له، ممكن الان موجود عندك بشهر، حتى يعني مشهور الان البيبال كتير صار في موضوع، لانه موضوع مالي وموضوع دائما بتتم عمليات اللي هو بحاوله يعني اللي بيرسلوا ايميلات يحاولوا يعني يعملوا اتاك على الناس. فاول اشي ممكن انت عشان تتأكد ايضا الايميلات يعني بدك تكون عارف تطلع على الايميل اللي جاي، فممكن انت من خلال نظرتك للايميل تروح تلاقي مثلا من خلال الايميل اه والله المرسل او واحد من المرسلين في عنده ايش يا شباب، في عنده ايش يعني ايميل مش معروف، او من وين هذا الايميل اللي موجود عندي. كذلك مثلا بدك تتأكد مثلا هل انت طلبت هذا الطلب او هل شريت هذا الشيء اللي انت طالبه، بدك تعرف تتأكد وتقرأ كل التفاصيل هذه الموجودة عندك. Does the link or email point to the تمام يا شباب. فانت فعلى سبيل المثال if this was the official email from PayPal it would then ايش end in at PayPal مثلا، هل هي هذا الايميل او نهايته مقصود او يعني مزيل بالبيبال، بدك تكون طبعا احنا هنا مش موضوع البيبال، احنا بنحكي بشكل عام، احنا ممكن تكون لشركتك لجامعتك ل وين ما رحت انت بدك تكون هذا الكلام ايضا انت على دراية فيه من خلال اللي هو انه التيبيكال او الكولون التيبيكال الموجود عندي. تمام طيب احنا كيف نعمل ديتكت او كيف يعني نستكشف اللي هو او ممكن يكون في عنا استكشاف، طبعا احنا شفنا تو في الامثلة، لكن ايضا احيانا انت في مواقع يعني مثلا اذا لقت مثلا كلمة باسورد او كذا فممكن هي تعمل ريجكت لهذا الفورم او كذا، فهم بروحوا ايش بيعملوا، بروحوا بغيروا مثلا كلمة من الكلمات اللي موجودة عندك. فاذا لقيت عندك هنا كلمة من الكلمات الموجودة عندك مثلا خاطئة خاصة لكلمة الباسورد، فبيجيك الشكوك انه في المنطقة هذه ايش في عنا مشكلة. طيب ايش كمان يا شباب، الطو زي ما حكينا اللي لما انا باجي بعمل هوفر على اليو ار ال انه انا بدي اعرف ايش الموجود عندي. تمام كذلك الطلب من اللي هو شخص غير معروف او مش عارفين مين هو، موضوع اللي هو وهذا مهم جدا، موضوع الجوائز، موضوع المصاري، موضوع اللي فزت وما فزتش، هذا عليه علامات استفهام كتيرة جدا. تمام كذلك يا شباب موضوع اتبرع وما تتبرعش، هاي موضوع ايش اتبرع وما تتبرعش، هذا الكلام ايضا خطير جدا، فموضوع التبرعات وابعت تبرعات وما تبعتش، لانه اذا خشيت في موضوع التبرعات يعني ايش انت دخلت الكارد تبعتك ودخلت الحساب تبعك، وبالتالي ايش صار عندك، صار عملية سرقة لمين، لهذا الحسابات تبعتك. طبعا
يعني من خلال أيضا كيف بدك تفحص إنه كان أيضا هذا الموضوع عندك يعني اللهم صل على النبي أيضا can you spot the till اللي هو الفيشنج ايميل أيضا زي ما احنا تو شفنا إنه هذا أيضا مثال إنه أنا أتأكد من وين جاي، مين اللي بعت لي إياه، يعني أقرأ الرسالة بتمعن، ما أضغطش أي رابط، مش مثلا جايك هنا بقول لك معك 60 دقيقة لتسلم الموضوع، فأنت شفت 60 دقيقة هذه بالأحمر نسيت تشوف تفحص مين الإيميل مين ال، وبالتالي زي ما حكينا الموضوع هذا كله في إيش بيعتمد على السوشيال انجينيرينج، إنه هو بده اليوم يفوت من خلال يعني إنه عارف الشخص لا يمكن إذا هو قالوا له معك 10 دقائق بينفعش ما تسلمش هقول لك راحت من الوظيفة كلها، فأنت بفوت على هذا الموضوع، فلازم إنه إحنا نكون يعني على دراية في هذا الموضوع. تمام، إذا إيميل is not is valid إنه الإيميل مش valid. تو اند فيلد از ميسك يعني انت هنا تو تلاقيها فاضيه، او السي سي مثلا تاع الايميل ايضا ما اذا كان لا في تو ولا في سي سي ايضا بدك تشوف بدك تكون والله انا ايش هو بعدين لينك تو بوينت اد اود اور نان اللي هو لا فيش عندي انا فيش عندي انا ايش هنا بتيجي بتربط على الايميل مثلا على سبيل المثال بقول لك كليك هير وانت بدك مثلا تروح لازم على الباي بال بروح حاطط لك على موقع اذا من تعمل هوفر على موقع مثلا غير اللي هو مطلوب منك، فهذا ايضا ايش يا شباب يعني لازم الانسان يصحى له ويكون على درايه فيه. طيب لو اجينا هنا مثال كيف مثلا لو عندك هذا الايميل اللي موجود عندك وبدك تعرف انه كيف هذا ممكن انت تعمل يعني هل موجود في اللي هو فينش فيشنج، تعال اول اشي بدك تروح ايش هو مثلا على سبيل المثال الايميل اللي انت جايك مثلا is the name of staff mailing list correct، هل الايميل اللي جايك هو من الستاف تبعك صحيح او هل انت اللي بتتعامل معاهم الناس اللي انت بتثق فيهم صحيح. طيب كما كذلك لو جيت انت وقايل لك بدك تعمل تشينج للباسورد بدك تروح تعمل تقف على هوفر لمين للايميل لللينك هذا، هل حتطلع لك اللينك اللي انت عارفه هو السيرفر تبع مؤسستك تبع جامعتك تبع كذا؟ تمام. موضوع كمان الجرامر واللي هو اللغة كمان، يعني احيانا اللغة بيكون فيها اخطاء كتيرة، فانت اذا لقيت هذا الشغلة موجودة عندك فانت بتحس انه فيه او بتعرف او بتجيك عندك يعني انطباع انه موجود في عندي هان مشكلة. كذلك لو انت بتشتغل فورم مثلا، احنا الفورم تبع السوشيال ميديا قلناه، لكن انت ممكن تستخدم فورم اخرى مثلا زي ما احنا بنستخدم فورم مثلا الموديل تاع الجامعة او الايميل او غيره او غيراته، لو جاك مثلا موديل معين بدك تيجي مثلا تفحص اللي هو اللوجو اللوجن بيج هذه، هل هي اللوجن بيج تبعتنا واللي احنا متعودين عليها، كذلك اللي احنا السب تايتل هل العنوان تبعنا هان مكتوب احنا عنا موديل وهل عنا احنا الكلام اللي ما احنا متعودين عليه هل هو الصح؟ طيب هل اللي طالبين مني المعلومات هل هو موقع الجامعة نفسه اللي انا بعرفه ولا هل هو الناس اللي انا بعرفهم او هل الشركة اللي انا بعرفها؟ بدي افحص هذا الكلام. كذلك زي ما قلت موضوع السبيلينج اللي هو ايرور هنا ممكن هذا الكلام ايضا يعني ايش يكون احد الانديكيشن او اللي هم يعني العلامات اللي انت تعرف انه في الموضوع هذا في فيشنج.
طبعا نفس الموضوع هنا، اذا في ايدك تعرف مين اللي بيبعت لك، يعني مثال اخر لموضوع انك كيف تفحص اللي هو الفيشنج. طيب كيف احنا بدنا نحمي نفسنا؟ قبل ما نعمل بفور يو كليك لوك، في لازم تعرف اللي هم الكومن. احنا شفنا الكومن اللي احنا اللي هم الطوق اللي احنا ممكن يجي من خلالهم مين هذا الاتاك، فلازم نكون نعرفهم اللي حكيناهم اول المحاضرة. بعدين بدك تحاول انه اذا تقرأ الرسالة صحيح وتشوف هل الكلام الموجود فيها صح ولا لا. بعدين تحاول تنزل ايش مينتنس انتي فايروس سوفت وير في اللي هو الكترونيك ديفايس، سواء كنت على اللي هو على ايميلك يكون في عندك انتي فايروس، وبعدين يكون في عندك كذلك تستخدم ايميل فلتر لعملية اللي هو تقليل من عملية الاسبام اللي ما اللي بتيجي عندنا والمينيجاست ايش الترافيك. هذول ايضا من اللي احنا ممكن نحمي نفسنا من هذا اللي ايش النوع من انواع الاتاكس. طيب بي اويري اوف مسنج اسكينج، طبعا كون على حذر ودراية انه موضوع حدا يسألك المعلومات او الباسورد. انتو بتشوفوا الشركات اليوم، حتى شركات الاتصالات ولا بقول لك اللي بيبعت لك اياها، حتى شركة جوال ما بتطلبهاش منك، انت اللي بتطلبها بناء على اللي هو ايش يا شباب، بناء على طلبك. فهذا ايضا الموضوع بيعطيك انديكيشن. نيفر سند باسورد، او حتى تبعت اي باسورد من خلال المعلومات. دونت ريبلاي تو ريكويست فور ذس، يعني تجاوبش ولا تبعت لاي حدا هذا الكلام. طبعا دونت كليك اون اني، طبعا ما تضغطش اي لينك او لا تعملش اي لينك لاي يعني ايميلات بتجيك مش صحيحه. طبعا هذا هو المثال على الجامعه، قلت لكم في جامعه هنا معموله انه انت ايضا الدومين اللي انت بي اتنشن لموضوع مين بدك تيجي هنا لموضوع اليو ار ال، هل هم اللي انت بعد اليو ار ال اللي موجود فوق عندك في الايميل، هل هو دومين الجامعه، هل هو دومين اللي انت بتشتغل فيه، ولا في جايك من ايش من مكان اخر. كذلك يا شباب بدنا نفحص اللي جايينا، زي ما شفنا الدومين، زي ما حكينا هنا انه بدنا نفحص ايضا الموقع، هل هو الموقع صحيح اللي احنا بعتلنا، ولا في موقع اخر مش هو اللي بعتلنا، من خلال اتبع اليو ار ال تبع اللي هو يعني اللي موجود عندي. هذا بخصوص اللي هو الفيشنج اتاكس. طبعا الان نشوف بس عشان هنا، طبعا هنا يا شباب هنا الفادا سكيور، هذا عبارة عن طبعا موقع او اللي هو يعني شركة رائدة في موضوع اللي هو الايميل ديفنس، طبعا وحماية الايميل ديفنس في لأكثر من مليون ميل بوكس في 76 دولة، وهذول الجماعة يعني شغالين على موضوع اللي هو الحماية من موضوع اللي هو هذا الفيشنج. طبعا يجوا هنا اللي خلاني يعني اجيب لكم الموضوع ايش اللي هو التوب 6 فيشنج ترندز في اللي هو 2020 عندنا السنة. فكان من اللي هو اكثر اللي هو عندهم او اللي ظهر عندهم موضوع اللي هو الكوفيد 19، واللي هو اجا ايميلات زي ما انتم شايفين هيو انه في عندهم يعني لقوا، طبعا هم مسؤولين عن موضوع حماية الايميلات، فلقوا انه موضوع الايميلات هذه اللي معمول لها نسخ، وموضوع الايميلات اللي بترسل للناس كأنها من اللي هي منظمة الصحة العالمية، او بتخليهم يدخلوا باسورد ويوزر نيم. فهذا خلى يعني هذا من اشهرها. طبعا احنا يعني في يعني الترندز اخرى زي ما هم هنا شرحين لنا اياها، فمثلا على سبيل المثال هاي مثلا في موضوع اللي هي مايكروسوفت، في عندنا هنا كذلك اللي هي موضوع
اللي هو الماس سنيفر، عفوا الماس فينيش فيشنج. فأيضا هي هم بعدين موضوع اللي هو الشيرنج سيرفيس، مثلا على سبيل المثال الهاكر ار هيدنج بيهايند، وين اليوم صاروا يتخبوا هذول الجماعه يا شباب؟ طلع بقول لك في 2020 صاروا يتخبوا هان. شفت انت الشير بوينت، هذا الموقع اللي بتتم فيه عمليه البرزنتيشن او العروض، الوان درايفر دروب، فهذا اطلعوا عليه بارك الله فيكم، شوفوا ايش الموقع هذا يعني حتى تستفيدوا منه، وشوفوا ايش دائما هم ايش اللي فيه عندهم جديد في كل يعني في كل وقت، ايش في عندهم جديد، وايش انتو ايضا، انت اليوم ايضا متخصص وعندك انت في الويب، مش انت بس اليوم تتعلم لنفسك، لا انت ايضا بده يكون عندك علم، وكيف انت تنصح الناس وكيف توجه الناس، انت اليوم في الويب متخصص، فبدك تكون ايضا تقول للناس ايش الصح وايش الغلط. هذا، وبارك الله فيكم ويعطيكم الف عافية.